للوجبات على السعودية قصة أخرى، قصة تتعلق بتلبية جميع الأذواق على جميع الرحلات. إنها تبدأ من هنا، شركة الخطوط السعودية للتموين، وتنتهي خلال وقت قصير على طاولة الطعام أمام الراكب. طبعاً إحنا عندنا 18 وجبة Special Request تغطي جميع الطلبات المرضى، سواء كان Diabetics، سواء كان Vegetarians، Asian Vegetarians، حتى Vegetarians تخصص عندنا Normal Vegetarian and Asian Vegetarians. عندنا طبعاً Low Sodium Meal للناس اللي بيشتكوا من الصوديوم، سواء الملح أو السكر. Gluten Free Meal للناس اللي ما بيأكلوا الجيلاتين أو المواد الجيلاتينية. عندنا Autistic Meal للأوتيزم ولا Autistic Children. فبنغطي فرايتيز عالية جداً Special Request. التموين يبدأ على مراحل متعددة تسبق تجهيز الوجبات، حصلت عبرها السعودية للتموين على جوائز عالمية في سلامة وجودة الإنتاج الغذائي. الجوائز فزنا فيها في أكثر من مجال، فزنا في جوائز بالنسبة للسبيشال ريكوست، فزنا في جوائز من أكثر من 30 إيرلاين تضم كل شيء تقريباً، جودة الطعام، سرعة السيرفيس. الجوائز هذه كلها بتدعمها شهادة الآيزو 22000-2005 اللي حصلنا عليها. طبعاً الآيزو هي منظمة الجودة والنوعية، يعني إحنا نعتبر أول شركة في الخليج بتحصل على الشهادة هذه. طبعاً إحنا عندنا كاباسيتي كبيرة إننا نقدم في اليوم الواحد 50000 وجبة تقريباً. إحنا متوسط الوجبات المقدمة تقريباً 36000 وجبة في اليوم، وعندنا كاباسيتي أكبر من كده بكثير، أكبر مما تتخيل. خلال فترة الحج اللي فات قدمنا في 24 ساعة أكثر من 92000 وجبة في يوم واحد. طبعاً إحنا هنا عندنا إدارة متخصصة في سلامة وجودة الأغذية، وعندنا مختبر مركزي في داخل وحدة التموين بيجمع عينات عشوائية يومية من جميع اليونتس أو الوحدات التموين في المملكة أو خارجها، ويقوم بتحليلها هنا بالتأكد من سلامة الأغذية من جميع البكتيريا والأمراض. طبعاً عندنا هنا فود تيسترز في إدارة، برضو إدارة الكاستمر سيرفيس مسؤولة عن تذوق الطعام بشكل يومي بالنسبة للطيران الأجنبي أو طيران الخطوط السعودية بكافة جهاته.